القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. أعلنت الشرطة النرويجية العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة أوسلو واعتقال مشتبه به وفقا لما ذكرت مصادر إعلامية دون الإشارة لمزيد من التفاصيل. وكانت الشرطة النرويجية قد أفادت أمس السبت ناقص في تعليق على تويتر ناقص بأن أفرادها في كبرى المدن وفي مطار العاصمة أوسلو سيحملون سلاح حتى إشعار خر، وذلك بعد الهجوم الأخير في العاصمة السويدية. يشار إلى أن ضباط الشرطة في النرويج لا يحملون أسلحة في العادة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.